بيكو، اهلا بيكو في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. لسه مكملين في وصفاتنا الطيبه، وصفاتنا الاصيله اللي كلها بركه، الاقتصاديه المصريه الاصيله، وكمان اللي بدون اي فزلكه، يعني حتى الوصفه الاساسيه مش عاملين احنا عليها اي تعديلات ولا حاجه. هنعمل النهارده مع بعض ارنبيط، وهنعمل مع بعض عصير جوافه، وهنعمل مع بعض الشكشوكه، وهنعمل مع بعض شوربه لسان العصفور. سمعاكو، هو لسان عصفور محتاج حد؟ والله العظيم في ناس مش بتعرف تظبطه، وفي ناس بتروح عند ناس محددة عشان تاكله، وفي ناس بتروح مطاعم معينة عشان تاكله، لانه هو حاجة بسيطة جدا وكلنا متربيين عليها، بس له تكة كده، لو اتثبتت التكة دي خلاص الامور بقت لذيذة. بالاضافة الى اني انا بستنى الجو يسقع شوية عشان اعرف اكل شوربات، لاني انا بعشق الشوربة وما بقدرش اكلها في الشتاء، في الحر اسفة. المهم هنعمل ايه؟ هنعمل ارنبيط. فعندي ارنبيط مسلوق، ما تنسوش وانتوا بتسلقوا الارنبيط رشه ملح عشان النكهه، رشه كمون عشان النفخه بتاعه البطن، ولقمه عيش متبقيه عندكم ناشفه ومقدده حطوها على وش الميه بتاعه السلق، هتسحب كل الروائح اللي انتوا مش بتحبوها. زيت للقلي، انا هستخدم زيت قليل جدا للقلي النهارده علشان اثبت لكم انه مش لازم القلي يكون غزير قوي. دقيق، مية، ملح وفلفل، كمون وتوم مفروم، وكزبرة مفرومة خضرة، وممكن كمان تحطوا معاها كزبرة ناشفة. وهستخدم النهاردة مية مش لبن، ومش هحط بيض، اوكي؟ عشان الوصفة زي ما قلتلكوا تاني بدون اي فزلكة، وصفة مصرية اصيلة بسيطة اقتصادية بدون اي اضافات جهنمية وعصرية، مفيش أي إضافات عصرية في الموضوع خالص. هتعملي إيه يا أميرة؟ هحط كله مع بعضه، كله مع بعضه، بقدونس، دقيق، كمون، ثوم، ملح، فلفل. نقلب الاول كل ده مع بعضه، ننزل بشويه ميه ونقلب شويه ميه ونقلب. في ناس بقى بتحط اضافات هنا كتير، بيض، لبن، كركم، كزبره ناشفه مطحونه، كل الكلام ده. انا ما حطيتش اي حاجه ومش هحط، مش هحط اي اضافات خالص. ليه مش هحط اي اضافات؟ لاني زي ما قلت لكم انا عايزه اعمل الحاجه على اصلها، عايزه اعمل الحاجه بدون اي اضافات، بدون اي حاجات حديثه، بدون اي تكلفة زايدة، بدون أي مشاوير شوبينج زايدة. أنا عايز أعمل الحاجة من البيت بأبسط حاجة، أوكي؟ جبنا الأرنبيط غسلناه وعملنا إيه؟ وسلقناه، وخلوا بالكم ما تتكوش عليه في التسوية قوي، وشوية زيت مش كتير، وأقوم واخدة مغطية، بصوا مغطية الأرنبيطة بكل اللي جواها، وقوم نازله كل حاجه مع بعضها. مفيش بقى خلاص ايه، ولا خطوات ولا فزلكات ولا تكليفات ولا اي حاجه خالص، اهو شايفين ازاي بطريقه مامتي وجدتي الاصليه، ولا اي حاجه. في ناس تحط له بقى في الطرق الجديده بيكنج باودر وما بيكنج باودر، مفيش حاجه خالص اهو، ولا بيض حتى ولا لبن ولا اي حاجه خالص اهو. يمشي صيامي، يمشي نباتي، يمشي حساسيه طعام متعدده لو استخدمته دقيق بس ما يكونش فيه جلوتين، فيعني الموضوع لذيذ قوي الصراحه. شوفوا بعمل ايه واحدة واحدة،
وبنزل واحدة واحدة برضو. ليه بنزل واحدة واحدة؟ عشان الزيت ما ينزلش حرارته مرة واحدة، يبقى بياخد ايه؟ سخونيته معانا واحدة واحدة. وطبعا بنحاول ننزل القطع بتاعة القرنبيط مش ملزقة في بعضها، لحد بس ما السخونية تخليها ماسكة نفسها، فبالتالي لما نزل الحتة اللي بعدها برضو ايه بعيدة عنها ما تلزقش فيها، عشان العجينة دي ممكن تلزق في بعضها بسهولة، ولو لزقت بعد التسوية بينفصلوا بسهولة برضو، مفيش مشكلة يعني. في بقى طريقة تانية للناس اللي مش عايز تستخدم زيت خالص، تعملوا ايه؟ تفرموا القرنبيط وتحطوه جوه الخلطة اللي احنا عملناها دي، وتعملوه اقراص في طاسة بمعلقة زيت واحدة، فما يبقاش قلي غزير اقصد يعني، وهيديكوا نفس النتيجة ونفس النكهة ونفس الطعم برضو، وبيبقى حلو جدا جدا للناس اللي مش بتحب الحاجة مقلية قلي غزير لأي أسباب صحية. هو نفس الخلطة اللي احنا عملناها دي، وتقوموا واخدين القرنبيط فرمينه بالسكينة أو بالمخرطة بتاعت الملوخية، وتقوموا منزلينه على جواه، وتقوموا واخدين بمغرفة الشوربة على الطاسة وتسووا، ويطلع تحفة. يطلع نفس الطعم ونفس النتيجة وكل حاجة للناس اللي مش عايزة تقلي قلي ايه غزير. ونسيبه طبعا لحد ما يستوي او يكمل تسويته خالص جوه الخلطة جوه الزيت، والخلطة بتاعته تستوي وتاخد اللون الذهبي اللذيذ عشان نقدمه. طبعا ممكن تقدمه بقى جنبه شوية بطاطس محمرة، تقدمه جنبه عيش بلدي، جرجير، شوية بصل أخضر، شوية سلطة الطحينة بتبقى لذيذة معاه قوي برضو، شوية بتنجان مقلي حلو، فلفل رومي وحامي مقليين حلو، شوية بتنجان مخلل حلو، تبقى أكلة لذيذة لذيذة لذيذة. نطلع بقى فاصل لحد ما هو ياخد وقته عشان ما اقعدش أقلب فيه وأبهدله، ونرجع نكمل. استنونا. بعد الفاصل انا سايبه القرنبيط ياخد وقته، مالناش دعوه، خليه لحد ما ياخد تسويته، ياخد التحميره بتاعته، مش مستعجلين عليه. انا معليه عليه على فكره يعني، كنت موطيه الاول لحد ما نزلت الكميه كلها، وبعدين دلوقتي عليت ومش هقلب كتير عشان ما يتهريش. دلوقتي هنعمل مع بعض الشكشوكه. القرنبيط طبعا ده وصفه غدا صريحه يعني، والشكشوكة نقدر نستخدمها فطار وغدا وعشاء. عشان نعملها محتاجين بيض، ملح وفلفل وبصل وطماطم وفلفل رومي وصلصة وبقدونس. أنا يا جماعة بحاول ألتزم بالمطبخ المصري الأصلي بدون أي فزلكة، وصفات مصري أصلي بدون فزلكة زي ما أمي وجدتي كانوا بيعملوها، بدون فزلكة، مصري أصلي بدون فزلكة. ملح، فلفل اسود وفقط، مش هحط اي توابل تانية خالص نهائي، ملح وفلفل وزيت فقط لا غير. اللي عايز يحط سمنة او زبدة يحط، انا مش هحط، انا هحط زيت بس. عايز اقول لكم على معلومة للزيت، علشان نقدر ان احنا نستخدم الزيت تاني. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده انا مش حرق الزيت، يعني ما عليش الحرارة عليه زيادة عن اللزوم فيتحرق ويسود. تاني حاجة، أول ما بخلص برفع الحاجة اللي أنا بحمرها، بكون عصرت نص ليمونة على مدار الأسبوع في أي حاجة، ما برميش أبدا القشر بتاع الليمون، بحطه في كيس في التلاجة برجع أستخدمه، ودايما بعمل لكم استخداماته، وده من استخداماته بقى. أقوم جايبة نص الليمونة اللي أنا عصرته لأي وصفة، وأقوم بعد ما أشيل التحمير أحط نص الليمونة وصفي الزيت،
ما بيبقاش فيه ريحه خالص خالص، ما فيهوش شوائب وما اتحرقش. البصله اتشوحت كويس قوي مع معلقه الزيت والملح والفلفل قبل بقى ما ما تطرى زياده عن اللزوم، اقوم منزله لها فلفل رومي، واللي عايز يحط فلفل حار يحط، واقلب كميه طبعا حسب عدد افراد الاسره وعدد الاطباق اللي هتتحط على الترابيزه، علشان احنا مش بنحسب في كل طبق عدد الافراد، احنا بنحسب عدد الافراد على عدد الاطباق كلها. بصل وزيت وملح وفلفل، بعد كده فلفل رومي، بعد كده طماطم، دي طماطميتين كبار متقطعين صغير قوي 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 علشان يرموا كمية كبيرة، وممكن الاستغناء عن الطماطم وتعملوها ببصل وفلفل رومي بس عادي، وبتطلع حلوة جدا. معلقة صلصة صغيرة، انا بدبل الحاجة بس ما بشوحهاش زيادة عن اللزوم، مجرد تدبيل كده. رشة بقدونس، الشكشوكة بتتعمل ببيض مضروب او ببيض عيون، الاتنين بيطلعوا حلوين عادي، وسع لنفسك. بسم الله، طالما نزلت البيض يبقى على طول على طول رشة فلفل اسود. الاربع بيضات ما كانوش هياكلوا حد، لكن عشان عملنا معاهم شويه خضار في الشكشوكه شوفوا هياكلوا اسره بقى، هياكلوا اسره، شويه عيش شويه جرجير شويه بصل اخضر. حاجات الحرشه اللي جنب الاكل دي بتاكل اكتر من الاكل اصلا. اتاكد كويس قوي قوي ان البياض بتاعي كله استوى، اتاكد كويس. تسويه البيض مهمه جدا جدا. بس كده خلاص، الريحه هنا يا جماعه خطيره، كاننا طبخين طبخه يعني رهيبه، الريحه خطيره بجد. ايه الاخبار؟ حلو حلو قوي قوي. اللي ما بيحبش القرنبيط يجربه بالطريقه دي ويقول لي ايه الاخبار. جربوه بس بالطريقه دي، او جربوه بالطريقه الثانيه اللي قلت لكم عليها، انكم تفرموه تحطوه جوه الخلطه، وممكن تبشروا معاه بطاطسايه. للناس اللي مش بتحب القرنبيط، هتجيبوا الخلطه اللي احنا عملناها تجهزوها وتبشروا معاها بطاطساية نية أو مسلوقة، وتبشروا معاه القرنبيط برضو نية أو مسلوق، وتنزلوا الخلطة دي على طاسة مدهونة زيت وتعملوه زي البانكيك كده، بيطلع خطير. وممكن تعملوه صينية عجة في الفرن، برضو بتجهزوا الخلطة بتبشروا عليها قرنبيط وبطاطس نية أو مستوي وبتدخلوها الفرن، تطلع عندكم عجة خطيرة للناس اللي مش عايزة تقلي لأي سبب صحي أو غيره، وبرده مش هتحسوا بالقرنبيط خالص. حلو قوي. هسيبه على الناحية التانية شوية لحد ما ياخد نفس اللون بتاع الجهة الأولانية ويتحمص ويتحمر ويتقرمش، لأني مش مستعجلة عليه علشان أطلعه فاتح. خلصنا الشكشوكة، خلصنا القرنبيط، هنطلع فاصل ونرجع نكمل، استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. القرنبيط لسه خلوه بصراحه، عايزه اعمله كده ذهبي حلو كده ومقرمش، مش عايزه الصراحه استعجل عليه. بصوا بدا يقرمش ازاي، هي دي النتيجه اللي احنا عايزينها. اي حاجه ماسكه في بعضها بعد ما يستوي بسهوله تقدروا ان انتوا توزعوه، تفرقوهم يعني عن بعض. هنسيبه بدا يقرمش وياخد لون حلو، وكل ما بيقرمش كل ما بيبقى نكهته احلى الصراحه، فهسيبه على النار. هنعمل مع بعض شوربه لسان العصفور. القصه في شوربه اللسان العصفور كلها على بعضها انكم تحطوا ميه او شوربه مغليه على لسان العصفور يقلب قلوبه، يغلي غلوه، تقوموا طافيين ومغطيين عليه بس خلاص. طيب كميه الميه او كميه السائل لا لسان عصفور قد ايه؟ قد ايه؟ اربع اضعاف لسان العصفور، يعني كل كوبايه لسان العصفور عايزه لها اربع كوبايات سائل بس كده، عشان ما يشربش وما يعجنش وما يشربش الشوربه كل ما احطها وكل الكلام ده. وانا النهارده هعمله بميه وهيطلع تحفه وهيعجبكم جدا. لسان عصفور، طماطميه مبشوره، جزرايه مبشوره، بصلايه مبشوره، نص معلقه من الصلصه، ملح وفلفل ومعلقة زيت وشوية كرفس مفرومين وشكرا، وكان الله بالسر عليم. ولا هحط توابل ولا هحط أي حاجة خالص. القرنبيط حكاية حكاية. بصوا القرمشة، شوية زيت شوية زيت، لسان عصفور، حبايبي الشاطرين اللي هيكونوا مشوحين لسان العصفور في تجهيزات يوم السبت هيستخدموه على طول، هيلفوه لفه مع الزيت بس. ملح، فلفل اسود، قلب قلب قلب. قلب 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 لحد ما اخد اللون اللي انا عايزاه. بقى في ناس تحبه فاتح، في ناس تحبه غامق، مش هنتخانق احنا في اللون. تقليب مستمر 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 عشان ما الاقيش في الاخر شويه لسان عصفور فاتحين وشويه غامقين وشويه ما اتحمصوش وشويه اتحرقوا. لا، تقليب مستمر. لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه، ايا كان اللون اللي انتوا عايزينه ايه. ده لون لسان العصفور اللي انا عايزاه، مش عايزاه اغمق من كده ابدا. او منزله عليه بطاطسايه بصلايه، انا اسفه، بصلايه صغيره مبشوره، قلب حلو، طماطمايه صغيره مبشوره، قلب جزرايه صغيره مبشوره، قلب معلقة صغيرة ممسوحة من الصلصة، رشة كرفس، قلب مية مغلية، أربع أضعاف لسان العصفور، غلوة واحدة فقط لا غير، اطفي غطي ادعولي. احلى شوربه لسان عصفور. الجزر، الطماطم، البصل اللي اتبقوا بجيب كيس بحطهم بمسح منهم الهواء خالص، بحطهم في التلاجه لمده يومين، اكتر من كده برفع في الفريزر واشيلهم في الفريزر لمده شهر. كل ما اجي اطبخ بكون عاملاهم رفيع، باخد منهم اقطم الحبه اللي انا محتاجاهم وفقط. الزيت هنزل فيه نص ليمونه معصوره، هصفيه وهحطه واستخدمه تاني عشان انا ما حرقتش الزيت. بصوا الجمال بقى يا النبي، انا دي بالنسبه لي وجبه، شكرا خلاص ميرسي، مش محتاجه اي حاجه معاها يعني، خلاص كده شكرا. بس بهاش تغلي بقى، اطفي واغطي، ارجعوا لها كمان 10 دقايق تلاقوا ميتها مظبوطه
لسان العصفور استوى وما ومش مهري ومش معجن ورائع. نعمل ايه؟ نحطه كده على جنب عشان عايزه احط بولت. ايه بولت؟ اسمها ايه؟ شوربه. والباقي في الطبق. طبق تهاد وتحب لازم يتغرف الاول، عودوا نفسكم على كده، يبقى جنب ايديكم ويتغرف الاول، اولا عشان ما تنسوش، ثانيا عشان يدي بركه لبقيه الحله كلها، بقيه الاكل كله، بقيه البيت كله هياكل ببركه وبحس الطبق بتاع تهاد وتحب. حصيل يا جماعه. طبق تهاد وتحب برضو. شايفين استوى؟ شايفين كمية السائل زي ما هي؟ امشوا بس على الخطوات اللي قلتلكوا عليها. نجيب الطبق او الطاجن الاكبر يعني، نحط فيه باقي الشوربة. اللي بيحب بقى يحط ليمون يحط ليمون، اللي مش بيحب هو حر. هي مش محتاجة أي حاجة على فكرة، مظبوطة على الشعرة. أي حاجة من الخضار اللي احنا حطيناها مش بتحبوها شيلوها، ما بحبش يا أميرة البصل، ما بحبش الطماطم، ما بحبش الجزر، شيلوه ما فيش مشكلة. بس هي كده بتبقى وجبة، مش طبق شوربة جنب الأكل يعني. وأي حاجة برضو أنتوا بتحبوها تقدروا تزيدوها أكيد يعني، بتحبوا أي حاجة مع الشوربة تانية، حتة بطاطس، حتة خرشوف، شوية بسلة، ممكن برضو تضيفوهم. بس أنا برضو تاني أنا عاملة الوصفة الأساسية خالص خالص خالص. وطبعا ما نسيناش ساعد تتساعد، طبق زيادة تهادو تحب. انا هطلع فاصل عشان اكل شويه القرنبيط وشويه الشوربه دول وارجع لكم تاني، استنوني. حبايبي اهلا بيكم بعد الفاصل. عصير الجوافه، عصير البيت المصري الاصيل. اي جوافتين طريوا في التلاجة ومحدش هياكلهم، الام المصريه الاصيله بتقوم واخداهم وعاملاهم عصير، دي حاجه معروفه. فهي جوافه معاها سكر ولبن، بنضيف مع اللبن شويه ميه عشان نرمي كميه كبيره ويبقى اقتصادي، وفي نفس الوقت نبقى خدنا شويه لبن، وبنحط شويه ليمون، عصره ليمون علشان الطعم وعشان الفايده وعشان ما يسودش. بس خلاص خلص الموضوع على كده. شويه سكر قليلين لان الجوافه ما شاء الله مسكره جدا جدا جدا. انا شخصيا في البيت ما بحط لهاش سكر لان انا والولاد وابوهم ما بنحبش الحاجات المسكره قوي، ومعظم الوقت عاملين دايت وبستخدم لبن خالي الدسم، فما بحطش الصراحه سكر. بس انا حطاه علشان تبقى الوصفه كامله قدامكم وانتوا تحطوا حسب الرغبة، بس ما تزودوش السكر قوي. بس كده، دي المقادير: جوافة، لبن، ليمون، سكر. هنا شايلين القلب بتاع الجوافة عشان انا ما اقفش صفي كتير قدامكم، لكن انا في البيت ما بشيلش قلب الجوافة يا جماعة، باخد منه الفايدة والنكهة، ما يترميش ابدا قلب الجوافة. بس انتوا معلش يبقى عندكم يعني وقت تصفوه في البيت، بس أرجوكم ما تشيلوش قلب الجوافة من الجوافة في البيت يعني، أوكي؟
طيب عايزة أخزن الجوافة في البيت يا أميرة بقى من السنة للسنة وعشان رمضان وكده، استني لما تبقى أرخص حاجة ممكنة هاتيها، اغسليها، نشفيها، شيلي الأطراف بتاعتها، قطعيها أربع تربع كيس، شيلي منه الهواء، شيليها في الفريزر، شكرا، بدون أي إضافات. أوكي؟ أوكي. بسم الله. جوافة برضو عاملها بدون أي فزلكة، مع أن أنا بتفزلك فيها جامد يعني، اللي متابعني عارف، بس لا 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 مش هتفزلك. جوافة ولبن وسكر حسب الرغبة وعصرة نص ليمونة على الشفشق ده كله. اقفل شغل. بسم الله. طبعا انا مش هصفي لان الشباب ربنا يديهم الصحة شالوا لي القلب بتاع الجوافة، فمش محتاجة ان انا اصفيها، ولكن في البيت ارجوكوا ما تشيلوش قلب الجوافة وصفوها، عشان قلب الجوافة ده كله سكر ونكهة وفايدة، فحرام. احنا بس هنا طبعا ايه برضو معلش الوقت بيحكمنا شوية. طبعا تهادوا تحبوا قبل البيت وبعد كده البيت، ومش هغسل طبعا الجار ولا حاجة لانه فيه لبن يعني. فهنروح هناك، واحنا رايحين هناك هنودي العصير بتاع تهادوا تحبوا ونلف بقى نروح ترابيزتنا الجميلة اللي هيكون بقى كلها بركة، اكل مصري بسيط اقتصادي اصل اصيل بدون اي فزلكة، بدون اي فزلكة. عملنا مع بعض النهاردة القرنبيط المقلي، الشكشوكة، شوربة اللسان عصفور، وعصير الجوافة. بتمنى انكم تجربوا كل الوصفات، بتمنى انها تعجبكم، واكيد بتمنى متابعتكم على سفرة. استنونا.